الهجوم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ معكم اخوكم بدر مستر فيفا اس اي. اليوم جايب لكم معلومات رسمية ومؤكدة من الشركة بخصوص فيفا 2013 عن الالتيميت تيم والنادي تحديدا. ونبدأ بالمهم، تم الإعلان رسميا أن الديمو راح يكون إن شاء الله بتاريخ 11 سبتمبر، واللعبة راح تصدر 27 سبتمبر، والديمو راح يكون 11 سبتمبر، والديمو راح يكون على يكون فيه سكيلز جيم. وبرضه الفرق الموجودة بالديمو اس ميلان وأرسنال بورسيا دورتموند واليوفي والمان يونايتد. في فيفا 2013 بالنادي اللاعب الافتراضي حقك او الفيرتشوال برو ينحفظ على السيرفر، معناته كل ما طورت لاعبك وكل ما طلعت فيه اشيفمنت او تروفيز راح يكون بياناته على السيرفر، يعني تخزينتك ما راح تكون على الجهاز. باختصار مستحيل تهكر لاعبك الا في حالة انك قدرت تلقى طريقة تهكر على سيرفرات EA، وهذا شيء مستحيل. في فيفا 2012 ما تقدر تلعب مباراة رانك رسمية مع جيست او يكون معك احد جنبك وتلعب مباراة رانك، انك ما تقدر تضغط لا مثلث ولا واي. لكن في فيفا 2013 ان شاء الله راح تقدر تلعب ومعك واحد، وهذه شغلة برضو جدا ممتازة. المواسم او السيزون في 2012 كانت رايقة بصراحة وعجبتني، حطوها بالالتيميت تيم في 2013، يعني تدخل بفريقك وتلعب مواسم وتحاول توصل للأفضل بنفس طريقة مواسم 2012 لكنها فقط للألتيميت. أنا أشوف أنها مهمة بصراحة، لأن أغلب اللي تلعب معهم الآن بالألتيميت ما تدري هل هو فنان ولا لا. أنا أشوف أن المواسم تقيم بشكل ممتاز وصحيح وتوزع المستويات أفضل من أنك تلعب مع واحد يكون أقل من مستواك. بعد نهاية كل موسم تنهي بالألتيميت راح تجيك جائزة على حسب مستوى أداء فريقك طول هالموسم. النادي او الكلب في الالتيميت تيم برضو راح يكون في مواسم وسيزن، يعني ما تلعب وتتحمس وانت نقاط فريقك 5000 وتفوز على واحد نقاط 300، يعطيك فوز نقاط الفوز 10 نقاط. الان المواسم راح تلعب مع نادي بنفس مستوى ناديك، وهذه برضو نقطة مرة كويسة. وبرضو اذا جيت تبحث في الالتيميت تيم، عفوا الان ان جيت تبحث في الكلب في النادي ما عندك خيارات كثيرة، فقط تحدد كم عدد تلعب ضدهم. الآن في فيفا 2013 إذا جيت تلعب تقدر تحدد في البحث بشغلات مهمة، إنك مثلا تختار إنك تبي تباريه هل يكون ماسك الأني أو الأي، هل يكون ماسك كمبيوتر أو لاعب، وهل الحارس عندهم لاعب أو كمبيوتر. هذه برضو شغلة مهمة وكويسة. وهذه بعض الصور الألتيميت تيم فيفا 2013، ويعطيكم العافية، وكان معكم أخوكم بدر، وأتمنى إن شاء الله أني ما ثقلت عليكم ومشكورين.